السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من اللعبة الجميلة سمنر ستون. هي لعبة جديدة جدا، تستطيع باستراتيجية، تستطيع أن تختار الوحوش التي تريد لعبها وتحاول أن تدمير قلعة الخصم. هي لعبة جديدة وجميلة جدا، اكتشفتها مؤخرا. لا تنسى إذا كانت هذه أول زيارك الضغط على زر لايك إذا عملنا وترك تعليق جميل، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك الجديد. وتبتدئ اللعبة، حاول ألعب هذا الوحش إنه جميل جدا. سألعب هذا الفايكنج الصغير، انتظر قليلا. كفر دمر الوحش بالبرق، سيء جدا. استمر المقابلة، ألعب هذا الفايكنج الكبير. خرج لي هذا البوتشر أو الجزار باللغة الإنجليزية. أخرج هذا الفايكنج الصغير ثانية، أحاول تدمير هذا الوحش. هذا الوحش هو مزعج جدا صراحة، أنا لا أحبه. ألعب هذا الذي يطلق قنابل من بعد، وحش جميل جدا. إن شاء الله ننتصر في هذه المحاضرة. ألعب هذا الفايكنج الصغير حقيقة، فهو وحش جميل جدا. أو يهاجم بسرعة، إن شاء الله ننتصر في هذه المباراة. دمر لي وحوشي، ولكن لا يزال لدي الكثير من الوحوش في الملعب. إن شاء الله سننتصر في هذه المباراة. هي لعبة جميلة جدا كما تشاهدون، تحاول تدمير الخصم. لم يبقى له شيء من طاقة حياة، وكما تشاهدون قد قضي عليه بسرعة. لا تنسى إذا عجبك الفيديو يعطوكنا جوائز في الأخير. هذا جيد جدا، أعطوني وحش جديد. هذا جيد جدا. لا تنسى الاشتراك في القناة وترك تعليق جميل والضغط على زر لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.